مع سارة عبد الباري وأحمد الموجي على راديو مصر. كل مصر. يعني احنا بنرحب بيك ضيفنا الكريم احمد فريد، مرشح عالم رائد فضاء، متحكم مركبه فضاء، وكمان المصري الوحيد في عمليات الفضاء بوكاله الفضاء الالمانيه، وعضو فيدراليه الفضاء العالميه برئيس المجموعه الافريقيه. المجال دون في كذا مجال ممكن يخش في مجال الفضاء. هو مجال علمي ومجال هندسي. المجال دون في حاجات كتير بتفيد البشريه نفسها. فالهدف بتاعي من صغري ما كانش، يعني انا مش عايز اقول كلام بس كبير شويه، بس الهدف بتاعي من صغري ما كانش حاجه ان انا عايز ابقى في مركز معين او عايز ابقى في مكانه معينه، لكن كان في عندنا رحله مدرسيه. الرحله دي كانت مع اللي هو الهانديكاب اللي هم بالظبط ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب عشان بس ايه نتفق، هم برضو ناس عاديين علشان ايه؟ لا هو بيقول يعني ان دي كانت الرحله، مش حدش بس يزعل مننا. لا خالص ويمكن احسن مننا، ويمكن دوام برضو نوع، يعني يمكن دوام برضو كان الموتيف اللي عندي ان انا الاقي فعلا يعني ناس عندها مثلا حواجز معينة بتحوك، لكن بيقدروا ان هو يوصل لهم اللي هو عايزين. صحيح. عن طريق رحلتي دي المدرسة دي، يعني قعدنا ونلعب مع بعض ونغني مع بعض، وكانت رحلة حلوة كلنا. بعد كده فهمت منها ان الواحد ممكن يعمل حاجة حلوة للبشرية غير ان هو يحقق كارير لنفسه او يحقق فلوس كتير او حاجة معينة، هو يعني حاجة مادية. لان لقيت مثلا بسمة ولد صغير من نفس سني ان هو مبسوط ان احنا نفسنا رحنا وقعدنا معاهم. البسمة بتاعته دي كان ان هو يعني فرحان. بعد كده من الامهات جم عندنا وكانوا مبسوطين جدا ان احنا قعدنا معاهم، وكان في كده يعني زي موتيفيشن كده ليهم ان الحياة حلوة وان احنا كلنا واحد وان احنا كلنا ممكن بنكمل بعض. عن كده بعد كده بقى لي علاقة بأي حاجة لها تطور للبشرية. بمعنى يعني التركيز بتاعي ما كانش تركيز قوي على كارير اكتر من هو تركيز على انا عايز اعمل حاجة ما تكونش بتضر، وفي نفس الوقت تستخدم المجتمع، وفي نفس الوقت المجتمع فعلا. واضح يعني انك كنت بتفكر في غير المألوف كمان، يعني 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 التفكير نفسه كان عبارة عن مثلا مش عايز مثلا ابقى مثلا في وظيفة معينة، الوظيفة دي اخدها حاجة تدريجية واوصل منصب معين. لكن التفكير عبارة عن في ايه ممكن يفيد للبشرية اقدر انا اساعد فيه، لكن مش في نفس الوقت برضو اخد فلوس. طيب. يعني في نفس الوقت انا عايز اعيش برضو. كان التفكير ده وانت في سن قد ايه ولا في السنة الدراسية؟ ده كان في سنة حوالي تالتة ابتدائي او حاجة كده، كنت صغير يعني. جدا. طيب احمد، احنا بنتكلم عن جزئية مهمة جدا، انت يعني فكرة الدافع اللي انت بتتكلم عنه اكيد حط لك خطة معينة، يعني في احنا مش بنقول كلام كبير ولا حاجة، ولكن ان انا بحط نقط معينة عشان اقدر اوصل للهدف اللي انت بتتكلم عنه، اكيد بناء عليه اخترت مجال الدراسة. هو انا ده البداية اللي كنا بنتكلم فيها، اخترت مراحل دراستك ازاي؟ انا اقول لك على حاجة تضحك بقى فعلا، يعني الخطة المعينة اللي انا كنت حاططها مفيش حاجة من اللي انا حاططها كخطة مشيت. يعني لدرجة ان انا وصلت لنقطة معينة وقلت خلاص انا كل اللي انا عندي هعمله ان انا هحضر نفسي للي جاي، علشان لما يكون في حاجة جاية الحاجة دي كويسة انا عايزها، وفي نفس الوقت تجيلي ابقى انا محضر نفسي ليها. في جميع بقى الـ يعني جميع مراحل الحياة نفسها بدأت ان انا ما خططش، لان انا كانت خطتي مختلفة، يعني كان وبعدين لكل سنة عمرية لكل عمر معين كان في خطة معينة، يعني كلنا عدينا على وانا مثلا عندي 3 سنين نفسي اطلع دكتور، وانا عندي 4 سنين نفسي اطلع ضابط، وانا عندي 5، يعني كلنا عدينا على مفيش حد نفسه يطلع على حاجة مختلفة. انت على حسب الهدف، نفسي اطلع مذيع، نفسي اطلع يعني كان، فكل واحد بيشتغل حاجة دلوقتي وقال ان هو كان من زمان نفسه يعملها، دي حاجة من الحاجات اللي كان نفسه يعملها. بس الأساس ان كان في حاجات كتير قوي كان نفسه. انا عايز اقول لك على حاجة، انا كان نفسي ابقى سوبرمان باي ذا واي، يعني انا كان نفسي فعلا بس ماشي مع المجال اللي انت فيه.